والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. أيها الأهل والأعزاء، أيها الجمع الطيب، وددت في بداية حديثي أن أتوجه للسيد منيب المصري بالشكر والامتنان لما قدمه من عبارات التقدير التي لا أستحقها وحدي، فلولا أننا عملنا فريق واحد منذ البدايات الأولى، وكنت من الذين شاهدوا الكارثة في 67 عن كثب، والذين كان لهم الشرف في بناء الخيام ثم التطور إلى البنى التحتية لمناطق سميت فيما بعد بمخيمات لاجئي 67، لتضاف هذه المجاميع على لاجئي 48. لولا التعاون فيما بيننا لم نكن وصلنا إلى ما توصلنا إليه من استقرار نسبي. يا لله ما أهمية الاستقرار النسبي في هذه الأيام مع وقوفنا جميعا أمام العواصف العاتية التي تواجهنا، التحديات، اللؤم، الحقد، الانحياز. فأقول لكم لا يمكن دراسة العلاقة الأردنية الفلسطينية بمعزل عن وحدة بلاد الشام عبر التاريخ. أو عن المشرق موضع طلوع الشمس حيث الأمل، فيعلي جغرافيا سوريا الكبرى التي تضم الهلال الخصيب وهي المنطقة الواقعة شرق البحر المتوسط. حدثت حافظ الأسد في يوم من الأيام متسائلا: لماذا عندما تقولون سوريا الكبرى عليكم غفور رحيم، وعندما أقول بلاد الشام علي شديد العقاب؟ ولكن هيهات، أصبحت ذكريات، والماضي مقدمة للحاضر والمستقبل. الهوية مهمة على ألا تلغي ظلم التباعد في مستويات المعيشة، ألا تكون على حساب أن تدعم توسيع الكعكة العريضة التي يجب أن تمكن وتؤهل المواطن للمواطنة، وأضيف المواطنة العربية. ولكننا لا نجتمع اليوم لنتضامن بعضنا مع البعض الآخر، بل لنؤكد أننا جزء من حركة كونية واسعة منتشرة في امتداد العالم. أقول عندما كان البنك الدولي يتحدث عن معسكرات أو مخيمات اللاجئين كان يدعو إلى عدم الاقتراب مما كانوا يسمونه وإلى اليوم الاقتصاد السياسي. ولولا دعم إخوة أفاضل كالدكتور عبد اللطيف الحمد في الكويت الشقيق، وأحييه، سفير دولة الكويت، الذي كان ينظر دون ما تمييز للأساسيات الخمس: الغذاء والماء والملاذ والصحة والتعليم، لما استطعنا أن نحقق ما حققناه من تكافؤ نسبي، من تكامل نسبي،
تفضلت السيدة السقا وذكرتنا بأن بؤرة الفقر قريبة من موقع الطالبية، وأقول أن الفقر الحقيقي هو أن لا نتمكن من استشراف المستقبل. عصير من التحديات، تسونامي من السكان، كنا أردنيا 5,200,000 مواطن أردني، 46% من سكان شرق عمان مواطنين من أصول غير أردنية. لما يقابلني المقدسي يقول لي أنا والدي مولود في القدس، أذكره بأن والدي مولود في مكة المشرفة، ولكن هيهات من الذكريات. أقول أن الحسين الأول دخل القدس 1915 واستقبل ذلك الاستقبال المقدسي، وفيصل الأول بوابة لا زالت تحمل اسمه، ذكرنا بأننا عرب قبل موسى وعيسى ومحمد عليه السلام. اليوم أرى تماما من أين يأتي المظلوم تحت الاحتلال الذي يوجه الكلمة للعرب ويقول يئسنا من العرب، ولكن أقول لا ثم لا ثم لا. لا نستطيع أن ندير الظهر لبعضنا البعض، لا نستطيع أن ندعي التواصل إذا كان مبين. نعم، على العالم أن يعترف أنه لا بد من إقامة دولتين متجاورتين، ومن دون التوصل إلى هذا الهدف ستبقى المنطقة تعاني من التوتر وعدم الاستقرار، ولكن مفهوم الرباط حتى في أسوأ وأحلك الظروف وتحت الاحتلال لا بد أن يكون مفهوم مبني أساساً على التضامن الاجتماعي. لاحظوا ماكنزي بيت الخبرة الأمريكي عندما يتحدث عن اللاجئين في الضفة والقطاع يقول 2,000,000 لاجئ دون ما تعرف، لا فلسطيني ولا عربي. وعندما يتحدث عن الوكالة في الأردن واللاجئين بصفة عامة يقول 2,800,000 دون ما إضافة أردني فلسطيني أو عربي. فنعود للمجاميع، 5,200,000 أردني بتعريف الكتب الفهارس، 5,200,000 فلسطيني في الإقليم في مشرقنا العربي، و5,200,000 سبحان الله سوري. فحقيقة الأمر أن المجاميع الآن تجاوزت 10,000,000. حقيقة الأمر أن صندوق المعونة الوطنية الذي كان يصل على الأقل 10% من سكان المملكة الآن عليه أن يجهد لاستعادة تلك الوتيرة على أساس من عدم التمييز. وأقول عندما نزور منطقة بسمعنا سبيل المثال، وأشكر الدكتورة عروب العابد التي قدمت تلك الدراسة المتأنية حول الأوضاع الاجتماعية في شرق عمان العاصمة، عندما يوجه السؤال إلى مدير منطقة بسمان هل تعلم بأن هؤلاء الذين يتلقون المساعدات من أصول كذا أو كذا، يقول بالخلق الأردني الذي كنت أتذكره
عندما ذهبنا في البدايات إلى عمان وإلى الجبل الأخضر وإلى مناطق مختلفة، إلى السودان، إلى دارفور، يجيبه: أنا لا أميز، أنا أقدم ضمن الإمكان ما أستطيع أن أقدمه لمستحقين. تعد مشكلة اللاجئين بحق إذا أنسنا القضية الفلسطينية بعيداً عن السياسة تعد أحد الأركان الرئيسية لهذه القضية العادلة. كنا في الماضي نسمع عبارة المسألة اليهودية، ثم أصبحت القضية اليهودية، إلى أن أصبحت اللغة القومية اليهودية على حساب العربية. أقول آن الأوان أن نراجع الفهم المشترك للأرقام. نحن لسنا قطعان من الغنم. وحتى الغنم لها كرامة. قد شاهدتم ربما قبل أيام لقائي، وردت الحاج حيدر مراد وغرفة تجارة عمان، واستذكر لقائنا في حزيران 2018 واستجابتهم الكريمة للنداء في دعم وكالة الغوث، كما وجه النداء إلى الاتحاد الأوروبي والحكومات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمعية ومنظمات غير حكومية دولية وشركات كبيرة متعددة الجنسيات، لنذكر العالم بأن المجتمع المدني موجود، أن لنا صوت أصيل في هذا الإقليم من العالم، وأن الدينار والدرهم لا يرتبطان فقط. أحد الجند من دولة ثرية التقى جندي سوداني ذات يوم فقال له: ما هو مرتبك؟ فأجاب: بالآلاف الدولارات بدل معيشة، وآلاف الدولارات بدل خدمة صحية، وآلاف الدولارات بدل خدمة تعليمية. فقال السوداني: وانت عمليًا شو راتبك؟ قال له: 700 دينار. قال له: بدل ايش؟ قال له: بدل ما اموت. مع احدى الغرفان العوسية العواسي، حتى في هذا المجال بنك الجينات للعواسي موضع خلاف بيننا وبين الآخر في هذا الإقليم من العالم. نتحدث عن أكلتنا الشعبية، ولكن لا نفكر قليلا بدعم ما سيضمحل آخر جيل من مربي الماشية في هذا الوطن الغالي. عندما يقول سنزيل آثار الخان الأحمر، يقول سنزيل آثار البداوة. المشكلة إخواني وأخواتي ليست في البدو، المشكلة في اللي ما بدو. فبينما رأينا في تقرير 2017 للأسوا الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري، أقول أن الممارسات بحسب ما ورد في التقرير ترد تحت أربعة عناوين أو فضاءات بدرجات مختلفة
على الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم هذه الممارسات. أولاً عبر القانون المدني الذي يطبق بقيود خاصة على الفلسطينيين داخل إسرائيل. ثانياً قانون الإقامة الدائمة الذي يطبق على أهالي القدس. وقضية القدس بالنسبة لنا هي قضية المقدسيين، روح القدس وحرية الحركة في القدس، القدس الروحانية، القدس الجمالية. تشرفت بأن جامعة القدس العربية طلبت مني أن أسهم في تأسيس كلية لدراسات ما بعد الدكتوراه في القدس، وهذه أول مبادرة علمية أرجو أن تدعم كما دعمت المدرسة الناشئة في الزرقاء قبل يومين بوقفية خاصة لنحول مفهوم الوقف إلى إدارة سليمة لمستقبل ليس فقط المساجد والتكايا والزوايا والسبل، ولكن أيضا الرواق العلمي المعرفي. ماذا عن أزهر عربي فلسطيني في القدس؟ ثالثا القانون العسكري الذي يطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورابعا السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين سواء كانوا لاجئين أو منفيين. كنت وجهت الدعوة الليلة ولكن ربما استلمها متأخرا لمدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة الأردنية، لأتوجه بالشكر أيضا باسمكم جميعا للخدمات الطبية الذين أقاموا المستشفيات في كل من رام الله وغزة هاشم. أول ما تدخلوا مكتب المتواضع ترون صورة لمسجد كبير، فيسألوني البعض ما اسم هذا المسجد؟ أقول هاشم بن عبد مناف، هو عمرو الذي هشم الثريدة لقريش، صاحب أول خطة تموين إن أردتم بمفهوم التنمية للحفاظ على تلك المادة الغالية في صحراء الحجاز وفي صحراء غزة. صلتنا روحية، مكانية، مجتمعية، ثقافية، ولا نستطيع أن نعرفها إلا بالتذكير في أن قبل أكثر من 100 عام بالتحديد وفي مساء يوم الجمعة الموافق 28 أيار مايو 1915 وصل جدي المغفور له بإذنه تعالى الشريف حسين بن علي إلى مدينة القدس الشريف قادما من مكة المشرفة. أذكر بأن ألمي عندما دخل القدس دخل غازيا صليبيا بتعريفه لذاته، وعندما دخل فيصل إلى الشام دخل مصلحا مشرفا على أهم دستور للتنوع عرفته هذه المنطقة من العالم، المشرق العربي، لبه فلسطين، الأردن، لبنان، العراق وسوريا، جواره الكرد والترك والفرس. كما ذكرت في لقائنا الأخير للأعمدة الأربعة للأمة في المشرق، نحن العرب لا نساوي إلى 16% من هذه المجاميع. ما هي ميزتنا إذن؟ لغة القرآن الكريم، لغة أهل الضاد. وأعود بالحديث عن المشرق الذي ننتمي إليه، ماذا فاعلون في المشرق؟ الآخر مشغول في
في قضايا القتل والاقتتال، في قضايا كونية كما أراها، لأن الحرب الأولى كانت حول هذه المنطقة من العالم، الممرات المائية ومقدرات المنطقة. الحرب الكونية الثانية ما انتهت إلا بإقامة وريف عصبة الأمم المتحدة. الحرب الكونية الثالثة دائرة كما وصفها البابا فرانسيس قبل أعوام في مواقع مختلفة من العالم ونحن منها، ولكن الحرب الأمر والأدهى هو الحرب بيننا نحن العرب ذوي القربى أشد مضادة. فأقول إن قضايانا في الحفاظ على ما هو أصيل، بسمة الطفلة المبصرة بعد عمليتها هو الحفاظ على ما هو مهم وغالي في حياتنا. تلك الأصالة مستهدفة من قبل غلاة الحرب في كل مكان. الأصل مستهدف. يقول الأصل يونس، ولكننا لا نبحث عن الونس، نبحث عن حق الحياة وحق الحياة الكريمة للأجيال اللاحقة. لا أريد أن أتحدث عن الأرقام، ولكن أتوجه بالشكر باسمكم كذلك لوزراء خارجية كل من السويد والمملكة الأردنية الهاشمية وغيرهم الذين اجتمعوا حول المبالغ التي أضيفت للتخفيف من وزنة الأنهر وكالة الخوف للاجئين الفلسطينيين. ولكن أقول النظرة يجب أن لا تكون فقط للحاضر القريب ولكن للمستقبل، وأقول بذلك لا بد من تكاتف الجهود باستقلال متكافل ومتكافئ فيما بيننا. أن نتحول من استقطاب الكراهية لبعضنا البعض إلى تنوع المحبة على الأقل للصالح العام. زي ما أقول دائما، مننا كرهتني حبيتني مش مهم عندي، المهم عندي أن نحترم بعضنا البعض وأن نعمل من أجل الصالح العام. والذين هم عن اللغو معرضون، كيف نجتث الغصة من وتيرة التواصل الذي يسمى أحياناً بالاجتماعي، ولكنني أراه بأنه أنتي سوشيال ميديا لا اجتماعي. هم نتحدث عن الإنسان الحقيقي، real people. أخي عبد الله أنت المشرف ما شاء الله والمحرك على هذه البرامج، والأخت مرة أخرى سيدة السقا، أنتم عم تتحدثوا في الواقع عن 171 مدرسة وعن كادر تعليمي عم تتحدثوا عن عدد طلاب بالآلاف المؤلفة، عم تتحدثوا عن حمل مشترك، عن عدد طلاب ما بعد الصف العاشر وطلاب كليات المجتمع، عم تتحدثوا عن مراحل بناء المخيلة le pouvoir de l'imagination. دعيت مرة لفرنسا لكلمة واحدة لمؤتمر بعنوان المخيلة. هل المخطط للنيل من الأصل والحصول هو للنيل أيضا مما وهبنا به الله القدرة على بناء مستقبل أفضل؟ لا أتحدث هنا عن مشاريع ومادة ولها وروادها، ولكني أتحدث عن رؤية وطن بعد مرور 100 عام على فرساي.
ولكن هؤلاء الشباب الذين يتدربون على ما هو تقليدي ويحافظون على التقليد بالموسيقى وبالفن، أعتقد أنهم بحاجة لمزيد من الاهتمام منا جميعا. فباسمكم جميعا أشكرهم مرة أخرى. فأعود لموضوع صفعة القرن أقول مرة أخرى أن الموضوع الثنائي ما يسمى بالبايلاترال فالسي، الوهم الثنائي، أن إذا تم الضغط من جانب معين على جانب آخر أو قطر آخر ستستقيم التوازنات في الإقليم. ولكن نلاحظ أن إسرائيل أصبحت تتحدث من منطوق إسرائيل الكونية Greater Israel، ولربما الغرام الخاص بين القيادات في إسرائيل والقيادات في أمريكا وخاصة في هذه الفترة كانت ملفتة تماما للانتباه على أنها أغفلت حقائق أخرى، وهي أن عندما كان موضوع سايكس بيكو فرنسي وبريطاني أضيف إليه ما ننساه سازانوف وزير خارجية روسيا القيصرية، اليوم عندنا مجلس أمن يجتمع لإبرام اتفاقية مع إيران، ويبدو أنها هي أخذت في الأحاديث التي جرت في الأمم المتحدة الأهمية الأولى، تنسحب الولايات المتحدة ويقال أنها تطالب في إعادة الاتفاقية من جديد من الصفر، والموضوع موضوع الاستقرار في الإقليم مرتبط في هذا الجانب من الحديث. صفقة القرن ربما بدأت في الاعتراف في مدينة القدس، في الاعتراف في نقل السفارة، في موضوع المضايقات اللي نشهدها من الأنروا واليونيسف. فالهوى الجوع عم يهيأ، وحتى فيما بين الفلسطينيين أنفسهم لا أريد أن أعلق وأتوسع بالتعليق لتتجنب الإحراج لي أو لكم، هنالك أيضا ثنائية مفرطة. فالسؤال يعود مرة ثانية أنه هل الديمقراطية والأمن الديمقراطي العربي، خلينا نحكي عن الأمن الديمقراطي، أحترمك وتحترمني ونعمل معا على توسيع قاعدة الكعكة، هل سيحتمل في الأعوام القادمة الإسلامي والقومي والحزبي والوسطي، هل هنالك رؤية كما تفعل الدول الكبرى ثنائيا مبنية فقط على الدواء القوي والضعيف، أم هنالك رؤية إقليمية الاعتراف في الجميع ضمن التنوع وبناء المشتركات الخلاقة؟ فماذا جرى؟ لا أعتقد أن شيئا كبيرا قد جرى، وأعتقد أن الأردن نسبيا كان له تفويض من قبل الجهات المهتمة في الجانب الإنساني، وكما ذكرت الموضوع اللي كان موضوعنا اليوم موضوع اللاجئين موضوع مهم. ولكن أقول أن الحلول العملية الممكنة هي جزء من شد الحبل على مدى ثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر، فبالونات تجريبية، قنابل صوتية، ومن بعد السؤال في متاهة الصمت النسبي ماذا يجري. فإحنا اعتدنا بطبيعة الحال على أن المبادرة تأتي من حيث أتت بلفور أو غيره ونطلع المظاهرة وتخمد، ولكن المسألة أو تخمد تنتهي بقمع معين. ولكن سؤالي هنا على خلفية الخلافات الموجودة في الإقليم
ومنها ما يمتد الآن لمناطق أخرى من العالم العربي. يعني الجمهورية التونسية كانت من أهم الدول المبادرة في موضوع الربيع العربي. الآن الصراع قائم داخل تونس، وهذا تونس اللي هي من أكثر الدول استقراراً وتفاعلاً على الصعيد الشعبي تعاني، فما بالك في أوضاعنا في المقابل؟ هل هنالك محاولة لزعزعة استقرار الدول من خلال التأثيرات الخارجية المختلفة؟ سأنهي الموضوع على هذا المستوى لأنني أعتقد أن كلامي مسجل في أكثر من تلفون نقال، فأرجو أن لا يعتبر كلامي منقول. في يد مرفوعة. وللمطالبة بحقوقكم. الجزء الأول من السؤال مرة ثانية. الجزء الأول إنه هل الحلف الناتو العربي هو مقدمة أو جيوش لتحرير فلسطين أم براية أخرى لا ترتبط بالقضية الفلسطينية؟ أعتقد أن التذكير في أن حلف الناتو عندما قام على أساس الميثاق الأطلسي الأتلانتيك شارتر، والفكرة لم تكن أن يكون ذلك الحلف أو التحالف لمواجهة أحد في المرحلة الأولى. فأقول أن المهم عندي أن نستذكر أن الموارد الإقليمية للدفاع تعني الاقتصاد، تعني المجتمع، تعني السياسة، ولهذا أعتقد أن المجموعة الأوروبية والناتو قاموا في فترات متقاربة، إلا أن بطبيعة الحال المبادرة الأوروبية كانت مبادرة شارل دوغول المبنية على مبادرة موني وشومان اللي هي مبادرة دفاعية بامتياز، مبادرة الصلب والحديد، الصلب الفحم والصلب. فأقول أين المبادرة العربية القائمة على موضوعين الطاقة والمياه على سبيل المثال، لأن الأسلوب الموضوعي أفضل من التمييز السياسي حول مواضيع معينة. نسمع الكثير عن الإعداد والعدة للحرب، الحرب ضد من؟ العدة لمن؟ وكيف سيتم عقلنة هذا التركيز الهائل على شراء السلاح؟ حسبي أن شراء السلاح مرتبط في وعود الحماية الخارجية، ووجود القوى الخارجية بطبيعة الحال أصبح منافساً لبعض البعض. هنالك من قال أن هنالك اهتمام إسرائيلي صيني في إعمار ميناء حيفا، إذا لاحظتم. عفوا وجهت لي سؤال فأنا أحاول أجاوبك. في اهتمام في ميناء حيفا، في ميناء بور سودان، هل هذه لها علاقة في القضية الفلسطينية؟ أم لها علاقة كل العلاقة في العلاقة في في في, في البعد القطبي ما بين أقصى الشرق وأقصى الغرب؟ يعني دروب الحرير التي تأتي من الصين إلى جوادر ميناء باكستاني ومن ثم بور سودان ومباشرة إلى أوروبا، دروب الحرير البرية لاحظوا عبدان البصرة، هل ستكمل مباشرة للبحر الأبيض المتوسط؟ وأين مخرجها؟ سوريا أم إسرائيليا؟ فالنظرة الاستراتيجية تحتاج إلى معرفة حلقات البصرة. أنا بعرف أن بصرتنا محروقة وكنت جواب مباشر، وأنت ربما سارح في أني أنا سارح في الأجوبة، ولكن لا، عم أكون دقيق معك. مجلس الأمن خمس دول هي اللي مسؤولة عن أمننا، كويس؟ الصين دولة قادمة، روسيا دولة موجودة في الإقليم، والصين الآن أيضا موجودة حتى في سوريا،
فسؤالي عودة لسؤالك الكريم، إنه هل هذه المجاميع من الصين، من روسيا، طبعا بريطانيا إلى موروث، وكذلك فرنسا، يعني استغربنا أنه لما سقطت الطائرة التركية قبل أيام قيل أن هنالك صواريخ تطلق من فرقاطة فرنسية، فأقول المنطقة أصبحت حقيقة تذكرني بمقولة شهيرة بأن الأزمات لا تقرأ خرائط. فلو قلت لك المشرق بدك تقول لي حدد، لذلك كنت حريص أني أحدد فلسطين وسوريا والعراق والأردن ولبنان، أي المشرق العربي. أما التكامل مع الكرد والترك وإيران لا بد له من موقف مدروس عند الإقدام على مثل هذه الخطوة، نسبة وتناسب لما يجري على الأرض. فهذه الموضوعية في الحديث قبل أن أجيب على أن هذا التصور الخارجي، واستخدمت كلمة ناتو، سينطبق علينا، سؤال الأساسي ماذا نقبل على أنفسنا في أن يطبق علينا؟ أين التزامنا؟ أين إرادتنا؟ أين وضوح رؤيتنا؟ اللقاءات الثنائية المتباعدة، لقاءات القمم، لا تؤدي عملياً بالضرورة إلى الإجابة على كل جزئيات هذا الفسيفساء، بينما شبكة التعاون الأمنية الدولية تتحدث عن العمل ضد الرهاب وضد التطرف وضد التزمت الراديكالية. أليس بمقدورنا أن نتحدث عن الأمن الديمقراطي، إزاء البنوك والصيرفة الإسلامية بالعشرات في دول مختلفة، إزاء الصكوك بالتريليارات الإسلامية؟ طيب ولماذا لا يسمح لنا للآن، أو لماذا نتباطأ للآن في إقامة مشروع زكاة عالمي إسلامي يمكن ويؤهل الإنسان للمشاركة في صنع مستقبله؟ على الأقل الأساسيات الخمس، الأكل والشرب والملابس والصحة والتعليم، أليس هذا أمن أيضا؟ رب البرية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أنا مقدر المراكز التي تقام هنا وهناك للعمل ضد كل هذه الأشياء، ولكن ماذا عن العمل معا على الإعلاء من شأن الإنسان المسلم العربي؟ وإذا كانت المسألة تحتاج إلى توثيق فهنالك مؤسسات ضخمة، البنك الإسلامي للتنمية على سبيل المثال، شو ناقصه؟ ستاندرز اند بور وتريبل اي ريتنج وكل هذه الاعتبارات القانونيه والماليه موجوده، لماذا لا يكون هو المسؤول عن القيام في صرف الزكاه؟ السودان اللي اشرت لها قبل قليل بطرفه اقامت الزكاه بالاي تي ام بالاتمته. احنا اليوم مش عارفين عن مين مسؤولين، لولا وكاله دوليه تحملت هذه المسؤولية من 48 لليوم. لليوم عم نقول خلينا ننسن. أنا لما أزور أطباء بلا حدود بشوف المصاب الليبي والمصاب اليمني والمصاب العراقي والمصاب السوري وحتى المصاب الأردني أن يسمحوا لإعادة تأهيل هذا الإنسان نتيجة لكسر أو العمل مع القنابل العمياء اللي لسه موجودة عندنا في غور الأردن بالمناسبة. فأقول مرة ثانية، هل نحن بحاجة لمؤسسة ضخمة تديرها جنرالات للعمل ضد من؟ يعني كل ما اقترحوا علينا تحالف جديد او ترتيب جديد هرعنا عمليا. طيب خلينا فسحه التفكير على الاقل، الفكر اهم من المال، ومواجهه الفكر المتطرف او انعدام الفكر كما يقولوا. احب اذكركم بالمناسبه انه في الصحه النفسيه في هذا البلد لا يوجد اكثر من 100 طبيب،
كل هذه المشاهد لا يوجد مركز للعناية بالصحة النفسية. أطفالنا عم يحولوا إلى مشاريع استشهادية بسبب عدم العناية بالصحة النفسية. ساعة بنقول مخدرات بنضعها تحت السجادة كما يقال. أخرى بنقول سرطان، ولأن موضوع السرطان له صيت وإدارة سليمة كلنا بنركض وراء العلاج في المستشفيات الضخمة. ولكن هنالك طوابق خاوية في مستشفياتنا الضخمة تبحث عن تأمين صحي يجمع ما بين الألماني والياباني وغيره من الجنسيات الذين يرغبون أن يأتوا لهذه المنطقة، لا لحماية ناتو ولكن لحماية الطبيب الأردني بالمفهوم الواسع، الأردني الفلسطيني السوري الشامي اللبناني العراقي. آن الأوان أن ننضج في فهمنا للأمن الحقيقي. أنا أرى أن أمننا الحقيقي، أحد من يسألني عن الغمر والهزيم، لو ترجعوا للطابو بتلاقي يمكن الطابو في الإدارة العثمانية لبيسان، وليست بالضرورة منا من الأردن ولا ملك للأردن، الإدارة العثمانية في بيسان. طبعا الصفائح المعدنية الصفيحة الأردنية عم تتقدم بالمليمترات والصفيحة الفلسطينية عم تتأخر، فاللي يعيش يشوف. يمكن حنصفي مجاورين لتركيا بعد كم ألف سنة. البعض قال إن القضية الفلسطينية راح تنفصل فلسطين وتصبح رودس ثانية أو قبرص ثانية. لكن مرة ثانية بحب أذكر إنه إدارة وادي الأردن كمفهوم متكامل، كإدارة الميكونغ وإدارة الراين وإدارة الدانوب أو إدارة بحيرة قسطنطين، حيث المستفيد والمشارك الحقيقي هو المواطن. 300 مدينة من سنة 54 بكلفة بضع مليارات دولارات، مشاركين 300 مدينة. تصور مشاركين 300 مدينة من بلاد الشام في أي مشروع تكاملي، أليس هذا استثمار أمني؟ مين عم يطرح الأفكار على الجهة الخارجية لما تقول بدي أسوي كذا وكذا؟ بنلوم الاستحضار القديم والخطط والنيل والاستحواذ والنيل مصادرنا، ولكن مع الأسف العقل مغيب على ما يبدو. أقول قولي هذا واستغفر الله.